الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإلى كلمة طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دوسرا كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تيسرى كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم چوتھا کلمہ توحید لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير پانچواں کلمہ استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو على نية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم چھٹا کلمہ
أتاك الماء رد كفر اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عطیفہ بانو بنت محمد ناظم، اول گواہ امیر حمزہ ابن نعیم اللہ، دوسرے گواہ توفیق احمد خان ابن مرحوم فراد الدین خان، مقدار مہر 5786 روپیہ، سکہ راج الوقت ماں نان نفقہ کے، میں بحیثیت وکیل محمد احسان الحق قادری بن محمد محیظ الدین، ان تمامی لوگوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح عطیفہ بانو کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ عطیفہ بانو بنت محمد ناظم، اول گواہ امیر حمزہ ابن نعیم اللہ، دوسرے گواہ توفیق احمد خان ابن مرحوم فراج الدین خان، مقدار مہر 5786 روپیہ، سکہ راج الوقت ماں نان نفقہ کے، میں بحیثیت وکیل محمد احسان القادری بن محمد محیظ الدین، ان تمامی لوگوں کی حاضری میں آپ کا نکاح عطیفہ بانو کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ آپ نے قبول کیا؟ عطیفہ بانو بنت محمد ناظم، اول گواہ امیر حمزہ ابن نعیم اللہ، دوسرے گواہ توفیق احمد خان ابن مرحوم فراج الدین خان، مقدار مہر 5786 روپیہ، سکہ راج الوقت ماں نان نفقہ کے، میں بحیثیت وکیل محمد احسان القادری بن محمد محیظ الدین، ان تمامی لوگوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح عطیفہ بانو کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ آپ نے قبول کیا؟ کہیے قبول تو. مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللهم اغفر لی وارحمنی واهدنی وعافنی وارزقنی طیبا. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم.